اسمع، أكلها دائم، أكلها دائم، وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. أبشركم بشرى، الإنسان إذا دخل الجنة، إذا وضع أول قدم في الجنة، والله إنها ما ترجع، لأن الله عز وجل يقول خالدين فيها أبدا. سئل الإمام أحمد متى الراحة يا إمام، متى الراحة يا إمام أهل السنة والجماعة؟ قال الراحة عندما توضع أول قدم في الجنة. ترى ربما الملتزم يجد شيء من الضيق، ربما المرأة الصالحة تجد شيء من الضيق، ربما يجد مضايقة في دينه. ترى يا غالي، هذه الأرض ليست دار جزاء، هذه دار ابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ترى يا إخوان، نحن اليوم هذه الأيام في اختبارات. ترى نحن من أول ما ولدنا إلى أن يقضي الله عز وجل هذا العمر، سواء 60 سنة، 70 سنة، 30 سنة، 20 سنة، ترى نحن في اختبار. ليبلوكم، ما معنى يبلوكم؟ يختبركم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يا إخواني، الخمر اللي في الدنيا يصدع الإنسان بسببه، الخمر اللي في الدنيا يضيع هذا الخمر عقله، أما خمر الآخرة لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. إذا شربت خمر الجنة ما يصدع راسك ولا يذهب عقلك. لذة للشاربين. والعجيب أنه ليس نهرا واحدا، أنهار من خمر، أنهار من خمر، مو نهر واحد. وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. كيف سلاما سلاما؟ كيف إذا دخل المسلمون الجنة الملائكة تسلم عليهم، وهم يسلمون على بعض؟ والله يسلم عليهم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. إذا الله عز وجل سلم عليهم، أهل الجنة يردوا على الله فيقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تدري يا شيخ منصور، النار يسمعون لها إيش؟ تغيظا وزفيرا، سمعوا لها شهيقا وهي تفور. هذه النار. أهل الجنة ما عز وجل يقول لا يسمعون حسيسها. يا الله يا الله، لا يسمعون حسيسها.
وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لهم ما يشاءون فيها لهم ولدينا مزيد المزيد رؤية الله يا رب على الأرائك ينظرون إلى الله وإلى ما أعدته الله عز وجل لهم من القصور والأنهار والحور فمن أجل ذلك نريد أن نكون في هذه الدنيا من الأبرار أزيدك يا شيخ منصور إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى يا سلعة الرحمن لست رخيصة والله برخيصة مع هذا النعيم كله والله برخيصة بل أنت غالية على الكسلان شتان بين اللي يقوم صلاة الفجر واللي نايم لكسلان ما يقوم جنة ما تأخذها كذا جنة عروس ومهرها أهر النفوس النفس تبغى تنام لا أقوم صدري اسمع يا سعود أهل الجنة إذا دخلوا الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم أبشركم بشرى قولوا بشر أهل الجنة يبتعد عنهم الكدر والنكد لأن ربي يقول فرحين فرحين